السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا الربع. أبعطيكم نصيحة تنفعني وتنفعكم، وش رايكم؟ اسمعوها بسنابها. انتم تلاحظون بعض النبات، تشوفون بسنابات، تضغط بسنابات تطلع لك موسيقى، يطلع لك صورة امرأة متعرية، يطلع لك شغلات، يطلع لك محرمات. طريقة جميلة جدا، إذا شفت سنابة من السنابات تذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة، طق رد ثم أنكر. لا تتردد بالنصيحة، أرسل له رسالة حلوة، أخوي الغالي أو أختي اتق الله، ترى هذه ما تجوز، عاد قبل ولا ما قبل. ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلة عظيمة لا يصلها إلا من وفقه الله. لأن والله إني أحزن بعض نبات بالخاص، تجي صور مدري وش، وصور خاصة بعض الصغار، الله يهديهم، الله يصلحهم ويهديهم. يعني تجينا صور قسم بالله العظيم شيء محزن، بالإنستغرام تشوفها بعد، خاصة بعض صغار السن للأسف الشديد اللي ما تدري هو بنت ولا ولد. عقدين، يلا يلا يا شبابنا الغالين، أول شيء سكيني، ثم بعده برمودة، ثم بعده شورت، ثم بعده الشورت ولد. اي صراحة ما عاد نبي الواحد يكون مطوع، هذا إن استقام نعمة، نبيه يصير رجل 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 رجل. يعني في شيء اسمه رجولة وفي شيء اسمه أنوثة، الرجل يسعى للرجولة والمرأة تسعى للأنوثة. أما سالفة أنها تنقلب السالفة الرجل أنثى والأنثى رجل، مصيبة هذه. الأمة ما تحتاج إلى النعومة، تحتاج تكفون يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، الأمة بحاجة إلى أمثالكم من يقودون هذا الدين العظيم، فكن أنت ممن يأزينها إذا أتيت عند ربك يوم القيامة، وكنت أنت ممن يقود هذا الدين العظيم. الله أكبر، جعلنا الله وإياكم ممن يحمل الإسلام.